فرحان يا بنات. بابا فرحان، بابا فرحان جانا تاني، بابا فرحان جايب لك يا علشاني. اهلا اهلا يا اولاد، اهلا اهلا يا بنات، اهلا اهلا يا اولاد، اهلا اهلا يا بنات. بابا فرحان، بابا فرحان جانا تاني، بابا فرحان جايب لك يا علشاني. بابا فرحان، بابا فرحان جانا تاني، بابا فرحان جايب لك يا علشاني. انا شفت الحلاوة قدامي، اكلتها حسبتها علشاني. لا لا، ما يصير انه احد ياخد حاجة ما هي حقته، وكمان ما يصير انه يفرط في حاجة هي حقته. الشرير لازم لونها والخير علي دايما يسود، وادفعنا عنه أغلى غاية، حب الوطن ماله حدود. بابا فرحان، بابا فرحان جانا تاني، بابا فرحان جايب لك يا علشاني. بابا فرحان، بابا فرحان جانا تاني، بابا فرحان جايب لك يا علشاني. صديقي ايش
جيعان. معلش دقايق والأكل راح يكون جاهز. يلا بشويش. على مهلك. معلش يا مرتب، انا ما قدرت اعد عليك طول اليوم عشان كان لازم انهي الموضوع الاول. اجلس اجلس ارتاح بشويش بشويش. صدقني يا مرتب، أنا ما جبت سيرة لأحد على الموضوع، حتى البهجة زوجتي. يا بهجة بهجة. طيب إيش؟ بهجة جاية. طب إيش يعني؟ حضر الأكل بسرعة يا بهجة. حاضر حاضر يا ابن آدم. أقول لك بهجة جاية، قوم قفل الغرفة علي. أنت ليه خايف؟ بهجة عرفت كل شيء. ليش قلت لها؟ خلاص، لأنه الموضوع انتهى. موضوع انتهى؟ حرام عليك يا أخي، حرام عليك. تحب بهجة راح تقول لي فرحة، وفرحة ما تصدق راح تقول للناس كل اللي في الجزيرة. اهدى بس، اهدى واجلس. اهدى واجلس. الحين الجزيرة كلهم مستنيينك يا مرتب. ايه طبعا، ايه طبعا، عشان تقوم مني، ما انا خاين. لا لا لا، الجزيرة مستنياك علشان عرفت انهم ظلموك. ظلموني؟ ايوه. كيف؟ انا راح اقول لك كل شيء، بس الاول كل وبعدين اقول لك كل شيء. أكل إيه؟ بتقول ظلموني؟ يعني فيهم الحقيقة؟ يا حبيبي يا حبيبي، خليني أروح لفرحة وأولادي كلهم، أكيد قلقانين علي. أنا براءة منظم، براءة بهجة، براءة. يا مرتب يا مرتب. أي منظم؟ لقينا المرتب. والله العظيم اتحرك يا بني آدم، الحق وصلوا على البيت. أمرك يا منظم. يلا اقعد يا منظم استريح، انت طول النهار ما اكلت شيء. ما هو المهم الجوع يا بهجة. اجل ايش المهم؟ نفسي اغمض عيني وافتحها، الاقي الجزيرة خلصت من المشاكل اللي هي فيها هادي. يا رب يا رب، ان شاء الله ربنا يطمنك. طيب المرتب وانا كنت مخبيه؟ طبيب الجزيرة فين راح؟ الحمد لله الحمد لله. ها مؤنت على ولدك؟ الحمد لله. صدق يا فرحة، غبت عنكم يوم، كانوا سنة. يا رب يديم حسك في الدنيا علينا. صبرت يا فرحة، المنظم وقف معايا وقفة لا يمكن أن أنساها معاها طول حياتي. صحيح، فهمني إيش الحكاية وليه المنظم كان مخبيك عنده في البيت طول اليوم، وفي نفس الوقت قدامنا كلنا كان بيدور عليك. يا ستي رهيب، قابل بابا فرحان وقال له ان المرتب اللي هو انا شريك معاه في موضوع النباتات والمرض اللي انتشر في الجزيره. وي شريك؟ وفوق هذا كله تصوري، رهيب قدم دلائل وبراهين على صحه كلامه. وللاسف الشديد بابا فرحان ما كان قدامه الا انه يصدق. وكيف بابا فرحان يصدق انك ممكن تخون الجزيره؟ لا يا فرحه لا، بابا فرحان معذور، لأن كل الأدلة للأسف كانت تؤكد إني شريك رهيب. يعني أنت كنت شريكه؟ شريك إيه يا بني آدمة؟ أنت زعل لحس مخك ولا إيه؟ كل الحكاية إنه بابا فرحان كان خايف إني أنا أكون اتعديت من المرض وبكده أكون ساعات رهيب. لكن لما بابا فرحان قال الكلام ده للمنظم، المنظم خاف علي وخباني عنده علشان الخبر لو انتشر في الجزيرة ما حد يقدر يدين، خصوصا الناس في الجزيرة مستعدة انها تصدق اي حاجة بسبب المرض. السلام عليك يا منظم. لا يا فرح، وقال لي اجلس عندي كمان، اجلس عندي لين اثبت انك بريء، وكمان على اساس انه العصابة هي اللي حبستني. وكيف قدر يثبت براءتك؟ بصراحة يا فرحة
أنا ما قدرت أجلس أطول عنده. يدوب من يوم ما سمعت الفرحة إنه خلاص طلعت بريء، جيت على طول، جيت لك علشان أطمن عليك وأطمن على ولدي. الحمد لله رب، الحمد لله. فرحة. بصراحة أنا جيعانة فرحة. طبعا يا مرتب من حقك. شكلها زعلت. يا ترى ليه؟ معقولة يا منظم كل هذا فكرت فيه بالسرعة هذه؟ الحمد لله أن ربنا سبحانه وتعالى ألهمني بالحل هذا، وإلا ما كنا راح نعرف نسيطر على اللي راح يحصل في الجزيرة. معك حق. والمرتب فينه؟ في الحقيقة أنا لازم أعتذر له على سوء ظني فيه. مرتب تلاقيه نايم الحين في البيت. أنت عارف طبعاً إنه طول اليوم اللي فات كان محبوس في الغرفة ضيقة جداً وكان جعان كمان. بصراحة غلطة رهيب ساعدته كثير علشان الحقيقة تنكشف قدامنا. يا منظم إيش في؟ نتائج التحاليل طلعت. وإيش النتيجة؟ بيقولوا إنهم لقوا مادة غريبة في النباتات وما هم عارفين إيش هي. إيش؟ مادة غريبة؟ واحتمال انه هذه المادة هي اللي بتسبب المرض لأهل الجزيرة. طب والمادة هذه موجودة في جميع انواع النباتات؟ ايوه يا منظم، التحاليل اثبتت كده. يعني فعلا النباتات هي سبب انتشار المرض في الجزيرة؟ هم بيحاولوا دحين يكتشفوا المادة هذه ويعرفوا مدى تأثيرها على الإنسان. كل الأدلة بتقول انه المادة هذه سبب المرض. ايوه بس لازم من التجارب. ويا ترى التجارب هذه راح تاخذ وقت قد ايه؟ يعني الموضوع راح ياخذ وقت. علشان نكتشف انه لها تاثير على الانسان ولا لا محتاجين وقت. علشان نعرف ايش العلاج محتاجين وقت. كل شيء في الجزيره ده محتاج وقت 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 وقت. ايش بك يا منظم؟ مساله الوقت هذه مخوفتني. بس لابد منها يا منظم. قبل كم يوم احنا ما كنا عارفين ايش سبب المرض، ويمكن بعد الوقت هذا كله يطلع ما لها تاثير على الانسان. هذا احتمال ضعيف. لكن احتمال موجود. ايش تبغى تقول انت بالضبط يا منظم؟ اللي بقوله يا جماعه انه رهيب ما راح يدينا الوقت هذا كله علشان نكتشف ايه سبب المرض وايه العلاج. وهو يعني ايش ممكن يسوي رهيب يا جماعه؟ لو اكتشف اننا قربنا نوصل للسر راح يسوي اي شيء علشان يعطلنا. رهيب ما هو هدفه المنجم وبس، لا، رهيب هدفه كمان انه المشاكل في الجزيره تستمر عن طريق المرض المنتشر فيها. انا ماني عارف انتوا ليه مو حاسين ان احنا في مشكله؟ ليه مو حاسين انه في اغراف الجزيره بتحاول تاذينا وتسرقنا ولازم نسوي اي شيء؟ نقطع الظروف نفرح القلوب. ريمي ماذا جرى؟ هل انت بخير يا حبيبي؟ تفكر أحيانا بأن هناك في مكان ما شخصا حزين وهذا ما يجعلك حزين. أنا جائع. ليلة أمس لم نذق الطعام لأننا لم نستطع أن نربح ما يسد جوعنا. وأنا قد وصلنا. لن تنجح أبدا. أنا إذا ما تحس بألم جوع سوف تتسول. أنا ريمي فضفضوا لريمي. ريمي ألفت الشريط يوميا 3:30 عصرا على قناة ذكريات. فوازير رمضان. أحبائي الأطفال، كان مكان في قديم الزمان، كان طفل صغير مع أمه في مكان. يلا نسمع يا أحبابنا فزورة توضح اسمه لنا. فزورتنا اليوم عن رجال مخلصين يؤدوا خدمة للوطن ومشكورين. ونساء المسرف والصدق بيسلينا للمنهار. يلا نسمع أصغر وكبار. يلا نسمع أصغر وكبار. أبو قلبي حنون حنون.
وزير رمضان للصغار يوميا الخامسة عصرا على قناة ذكريات. اصبر يا ابوي، خذ هذا معك الله يرضى عليك. شلون قبض ولدي؟ تقدرين تقولين لي من هو اللي نحشك في المره اللي فاتت؟ كلامي مو عاجبك؟ عاد تبونا نسكت على هالكلام هذا؟ نسكت؟ غريب وتصرفك غريب. الجوهرة والصياد يوميا الخامسة والربع عصرا على قناة ذكريات. طيب يا منظم، ايش تبغانا نسوي؟ وايش العمل يا منظم؟ ايش العمل؟ اسمعوا، روحوا لمحبوب وقولوا له انه في اجتماع اليوم ضروري علشان نفكر ايش نسوي. حاضر، على اذنك. المفروض يا منظم كنت تسوي هذا من زمان. في الحقيقة بابا فرحان، انا كنت بحاول اشوف ايش نوايا رهيب. اي واحد من كوكب الشر ما تحتاج انك تتأكد من سوء نواياه. لا تلومني يا بابا فرحان، لا تلومني. أنا عشت طول عمري في الجزيرة هذه في أمان، 35 سنة عمري ما واجهت فيها مشكلة واحدة. 35 سنة وأنا عايش في أمان وبدون مشاكل، وفجأة لقيت نفسي في وسط كمية مشاكل رهيبة. لا تنسى يا بابا فرحان أن أنا مسؤول عن جزيرة كاملها، مسؤول عن جزيرة بناسها وأهلها وخيرها، ماني مسؤول عن بيتي وبس. معك حق. أرجو أنكم أنتوا تتوصلوا لحل سليم ينقذ الجزيرة من الخطر هذا. أرجوك يا بابا فرحان، أرجوك تحضر معنا الاجتماع اليوم. إيوة بس أنا هذا الاجتماع خلص. بابا فرحان، أنت ما أصبحت إنسان غريب عن الجزيرة، وأنا كمان اليوم بالذات محتاج لكل إنسان شريف وصادق يوقف معايا علشان نقدر نواجه الخطر اللي بيهدد الجزيرة. يعني المرتب كان عند المنظم وانتم ما شفتوه يا اغبياء؟ ما احنا عارفين يا رهيب اذا كان المرتب عند المنظم ولا لا. مو المنظم كمان قاعد بيدور على السيارة؟ وقلنا لك ان المنظم صار صعب بيته، صعب دخوله، عليه حرس، بس انت ما انت راضي تفهم، ما انت راضي تفهم. هم الاربع خمسة انفار اللي قدام بيته بتسميهم حرس؟ مو كفاية انكم خربتوا علي خطة حكيم الجزيرة يا غبي؟ ما قلنا لك من اول، ما انت راضي تفهم، بيت المنظم صار صعب. المعلومات اللي بنجيبها من القوة، بس انت ما انت راضي تفهم. اسمع، انت كيف تتجرأ وتكلمني بالطريقة دي؟ انا اكلمك ونص؟ واسمعني يا رهيب، اسمعني كويس، انا ونهيب ما عندنا استعداد نروح علشان خاطر عيونك. انت لازم تضحي بنفسك عشان كوكب الشر. كوكب الشر اللي تتكلم عليه يا استاذ، لازم ارسل ناس كويس، ارسل ناس تعرف تخطط كويس. اسمع، اقول لك نزل يدك يا رهيب، اسمعني كويس. أنا خلاص مليت منك، كل أخطائك السابقة راحت وطي وبسببها إحنا رحنا وطي، فاهم؟ أنت تعلق أخطائك علي أنا ونهيب، لكن أنا أقول لك أنا ماني مستعد أنا ونهيب نروح عشان خاطر غبان. اخرس أنت كنت تجرأ وتكلمني بالطريقة دي، لكن أنا حنكتي بك على كل كلمة قلتها. برا اخرج برا، أنت تاني برا. وبعدين يا رهيب، تبع الجزيرة ده لازم ينتهي بسرعة. أنا لازم أنتقم اللي اسمه رهيب ده، لازم. ما تقدر، لا تقول لي ما تقدر، أنت فاهم ولا لا؟ حتى لو ما قلت برضو ما راح تقدر تنتقم منه. صدقني يا رهيب، ما راح أفوت له هذا الإهانة أبدا. أنت راح تظل طول عمرك غبي ولا إيه؟ رهيب، أنت راح تقول لي غبي مرة ثانية ولا إيه؟ طبعا، إحنا ما اتفقنا إن إحنا نمشي معاه ونستحمل لما نرجع كوكب الشر. صدقني ما قدامنا حل ثاني، وبعدين اللي انت سويته راح يعرضك للعقوبه من قبل المسؤولين في كوكب الشر. اذا رهيب بلغهم باللي حصل. يعني تبغانا نقعد نظل واقفين كده ونستحمل اهالات ونايم ولا ايه؟ وايش الجديد في كده يا لهيب؟ الجديد في كده يا استاذ اني انا قررت اني ما استحمل اهالات مره ثانيه ابدا. لهيب،
انت اذا كنت مستغني عن نفسك انا ماني مستعد. وبعدين اللي انت سويته اليوم راح يعرضك للخطر، والانتقام من رهيب ما يكون بالشكل هذا. انت اذا كنت تبغى تنتقم منه لازم تتبع كلامي انا. وبعدين الانتقام ما يكون زي ما انت بتفكر يا غبي. يعني قصدك في طريقه ثانيه نقدر ننتقم منهم من رهيب؟ اكيد في. اكيد وساكت قل لي عليها. لا تستعجل يا لهيب، اهم حاجه في الطريقه اللي عندي عشان تنجح لازم تنفذ اللي اقول لك عليه. واهم خطوه انك تروح لرهيب وتعتذر منه وتخليه بقدر المستطاع انه يسامحك. مستحيل مستحيل الكلام اللي بتقول عليه ده. انا ان وافقت اوافق اني اشتغل معاه، لكن اعتذر له لا لا. يا ابويا انت فاكر نفسك مين؟ صدقني اذا انت تبغى توصل للي في راسك لازم تسمع كلامي وتتبع طريقته وبس. بس يا لهيب. يا لهيب صدقني ما في غير الطريقة اللي عندي هي اللي توصلك للي في راسك. طيب لو مد يده ولا طول لسانه؟ خليه يسوي اللي يبغاه، أهم حاجة في النهاية أنت اللي راح تنجح. تفتكر؟ اسمع كلامي وما راح تندم. الله يستر. إلا قل لي يا نهيب، أنت بمتى ما شاء الله صرت تفكر وتستخدم مخك؟ أنا من زمان بفكر يا لهيب، عشان كده ما في أحد في يوم من الأيام مد إيده علي وضربني. صحيح صحيح كلامك صحيح. نهيب أباك تفكر لي في طريقة أقدر أنتقم منها اللي اسمه رهيب هذا. صدقني راح أفكر لك في طريقة أخليك تسوي في رهيب أكثر من كذا. في الحقيقة أنا جمعتكم اليوم علشان نتكلم عن اللي بيحصل في الجزيرة وكيف نطالب حد. شو عم ننظم؟ ما بلا اجتماع ولا شيء، احنا نديهم المنجم عشان نخلص من المشكلة دي. لو ادينا لهم المنجم المرتب ما راح نخلص من المشكلة ولا شيء. كيف؟ لأنهم راح يبقوا قاعدين هنا في الجزيرة عشان يستخرجوا الماس من المنجم وبعدين يرسلوه لكوكب الشر. حسب قانون الجزيرة ممنوع وجود الأغراب على الجزيرة. حكيم. نعم. أنت جالس في الجزيرة هذه ولا جالس في جزيرة ثانية؟ الأغراب مليانين في الجزيرة. مين اللي تبغاه ينفذ قانون الجزيرة؟ الأغراب؟ طيب احنا ليش ما نشترط عليهم انهم يخرجوا من الجزيره مقابل ان احنا نديهم المنجم؟ بالعقل يا مرتب، ناس لهم منجم ماس كامل يتركوه لناس تانيين علشان تباشر العمل فيه. ليه هم ما يباشروا العمل فيه؟ علشان قانون الجزيره ما يسمح. حكيم لو سمحت، عندك كلمه ثانيه غير قانون الجزيره قولها، ما عندك لو سمحت تسكت. طيب وإيش الحل؟ الناس هذه ما راح تسيبنا في حالنا إذا ما اديناهم منجم الماس. وليه ياخدوه؟ يعني إيه ليش ياخدوه؟ إحنا بدنا نخلص من شرهم يا محبوب. يعني لازم نديهم منجم الألماس علشان نسلم من شرهم؟ أجل إيش نسوي يا أستاذ؟ نطردهم. نعم؟ بتقول نطرد مين؟ لا أنت أكيد اتجننت. الكلام اللي بيقوله محبوب صحيح، الحل الوحيد فعلا انهم ينطردوا. لا اكيد انتوا صار لكم شيء. ليه يا مرتب؟ كل الكلام اللي بيقوله صحيح، قانون الجزيره بيقول الغرباء لازم ينطردوا من الجزيره. هذول كوكب الشر يا حكيم، كوكب الشر. فاهمين ايه يعني يا جماعه؟ كوكب الشر يعني ناس ما هم طيبين واشرار، ولازم فعلا نطردهم. كلامه بس. نطرد مين؟ هم اساسا كم واحد؟ ولو طردناهم كوكب الشر راح يسيبونا بحالنا. هي هذه الاسئله اللي لازم نفكر في حلها يا مرتب. لازم نعرف الناس ديت كم واحد، ولازم نفكر كيف نطردهم، ولو حاولوا يردوا علينا ايش نسوي معاهم. كلها اسئله منظم ما لها اجابات. اللي بتفكروا فيه ده حلم. لازم نفكر كيف نحول الحلم هذا الحقيقه. اسمعوا، منجم ما راح نديهم، واطفالنا راح نعالجهم،
واللي يبغى يسويه رهيب يسويه. وبعدين بابا فرحان طلب انه الجزيرة يزيد حراسها، لانه مو معقولة جزيرة زي هذه ما فيش فيها غير 5 حراس. طيب الحراس كانوا للمنظم، بابا فرحان ايش يبغى بهم؟ على اساس انتشارهم في الجزيرة يا مسعود عشان يراقبوها ويبلغوا المنظم باي شيء غير طبيعي بيحصل، وغير كده بابا فرحان راح يدربهم على فنون الحراسة. ها؟ وإيش كمان؟ المنظم قال يا أنيس إنه المنجم ما راح نتنازل عنه لا لكوكب الشر ولا لغيره. وأولادنا؟ المنظم قال راح نتوصل للعلاج إما عن طريق رهيب وجماعته أو عن طريق التحاليل اللي بتتم دحين. يا سلام يا سلام عليك يا منظم، عجبتني في النقطة هذه. إيوه بس كده المرض ممكن يبقى في الجزيرة مدة طويلة. وإيش يعني بابا فرحان موجود في الجزيرة؟ ما هو بيعالج أولادنا، أهم حاجة إنه المنجم ما يروح. طيب وهم كيف راح يعرفوا مكان رهيب وجماعته هدول؟ هذه هي المشكلة اللي واجهتنا، لكن بابا فرحان قال بعد تدريب الحراس وانتشارهم في الجزيرة راح يجمعوا معلومات توصلنا المكان رهيب. أنتم متوقعين رهيب راح يسكت؟ أكيد راح يعرف المعلومات هذه كلها وراح ياخذ حرصه، ولا نقدر نعرف مكانه فين. يا جماعة يا جماعة أنا أشوف إن احنا نعطيهم المنجم ونرتاح من الدوشة دي كلها. ما قلنا لك إنهم ما راح يخرجوا من الجزيرة بعدها، بعدين ليه نضحي بجزء من أرضنا بالسهولة هذه؟ حتى المرتب اللي ما كان مقتنع بالفكرة هذه اقتنع دحين. يا محبوب احنا بنحب جزيرتنا بس برضو بنخاف على أولادنا وعلى أنفسنا. لو فضلنا خايفين كده يا أنيس رح يجي يوم ونلاقي نفسنا برا الجزيرة هذه. إحنا أصحاب حق يا أنيس، وزي ما قال المنظم منجم ما رح نديهم وأولادنا رح نعالجهم، واللي يبغى يسويه رهيب يسويه. صحيح يا منظم، اللي أبغى أسويه أسويه. حاضر، أنت تؤمر وأنا أنفذ. تمام ليه؟ المنظم يا جماعة يقول خلي رهيب يسوي اللي يسوي، والمنظم أول مرة يطلب مني الطلب ده وأنا مستحيل أرفض طلبه. ها إيش رأيك؟ تحت أمرك يا رهيب. لا أنا اللي تحت أمر المنظم. الظاهر إن المنظم ما عرف رهيب كويس، وأنا لازم أرسل له رسالة عشان يعرف إن أنا طول الفترة الماضية كنت جالس ألعب معه. وش ترسل له فيها؟ وش تقول له فيها؟ لا يا لهيب، رسالتي للمنظم ما حتكون كلام، رسالتي للمنظم راح تكون فعل. واي فعل؟ احنا المنظم احنا ايش فيه؟ الجزيرة بتحترق. ايش؟ بكره بكره يا اولاد نتلاقى في نفس الميعاد، بكره بكره يا اولاد نتلاقى في نفس الميعاد. بابا فرحان بابا فرحان جانا تاني، بابا فرحان جايب لك يا علشاني، بابا فرحان بابا فرحان جانا تاني، بابا فرحان جايب لك يا علشاني، بابا فرحان بابا فرحان جانا تاني، بابا فرحان جايب لك يا علشاني، بابا فرحان بابا فرحان جانا تاني، بابا